البلد مشغولة بالمنتخب وأمم أفريقيا، هنصعد مش هنصعد، هنكسب مش هنكسب، الزملكاوية مشغولين بالزمالك، مشرفنا في الإمارات كان بيلعب الرجاء المغربي، الرجاء المغربي في كأس التحدي في الإمارات، ناس تقيلة مع بعضيها ومشرفنا، والأهلي والأهلاوية مساهمين، كانوا لسه بيلعبوا حتة اتعادلوا مع حتة السعودي، حتة السعودي يعني مش فريق كامل، ده حتة تخيل لو حتتين، حتة تخيل لو حتة ونص، حتة من الفريق ما كسبوهوش، وقبلها متعادلين مهزومين من الأخدود، الأخدود على الحدود. طب اقعد في بلدك، مالكش في الخليج، بتقرنا في الخليج، اقعد في بلد، اعمل ماتش ودي مع حرس الحدود، لو انت بتحب الاخدود، حرس الحدود عبود، اعمل مع حرس الحدود وخليك هنا، تروح تلعب مع حته حتتين حته، كل مساهم انت عامل فيها، انت فاهم مش فاهم، بس انا قاعد لك وشايفك وجايبك من كل حته، سلام يا حته.